راديو الأهرام يقدم من بلاد برة مع شيماء مأمون. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو الأهرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من بلاد برة. هنتعرف في حلقتنا النهاردة على واحدة من أشهر الأماكن الأكثر رعباً في العالم، وهي جزيرة الدمى التي تقع في جنوب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وتنتشر عند هذه الجزيرة مجموعة من البحيرات التي لعبت عبر التاريخ دوراً حيوياً في وجود أعظم الحضارات التي قامت على أرض وادي المكسيك. ولعل السؤال الذي يبحث عن إجابة، ما قصة هذه الجزيرة وما قصة هذه الدمى وما هو السر الكامن وراء وجودها في هذا المكان النائي؟ فهذه القصة تعود لنصف قرن من الزمن بعد أن ظلت هذه الجزيرة لعقود طويلة مهجورة ولم يكن بها سوى كوخ واحد، إلا أنه بعد زيارة رجل يدعى جوليان سانتانا لهذا المكان تبدلت أحواله بعد أن كرس 50 عاما من عمره لصنع هذه الجزيرة المرعبة، وذلك كهدية يرسلها إلى روح فتاة ماتت غرقا في بحيرة الجزيرة. وقرر سانتانا أن يحول هذا المكان إلى أكثر مكان مرعبا على وجه الأرض، فقام بجمع الدمى من صناديق القمامة والنفايات، بل كان في بعض الأوقات يقوم بمقاية الثمار والخضروات التي يزرعها في جزيرته بالدمى القديمة، ولم يكن يهتم كثيرا لحال الدمى التي يحصل عليها، حيث كان يأخذها مقطعة الأجزاء وحتى لو كانت عبارة عن رأس أو يد، وكان يقوم بتعليقها في أشجار هذه الجزيرة العجيبة، حيث هناك المئات من الدمى البلاستيكية المشوهة والمعلقة على فروع الأشجار، وهي مشنوقة من رقابها ومصلوبة ومعلقة رأسا على عقب. وفي عام 2001 مات راهب هذه الجزيرة العجيبة، والغريب في الأمر إنهم وجدوا جثته غارقة في نفس البحيرة التي ماتت بها الفتاة، ولم يعرف أحد سبب موته إلى الآن. وتحولت الجزيرة بعد ذلك إلى مكان سياحي يأتي إليه السياح والمستكشفون والمهتمون بالظواهر الغريبة من مختلف أنحاء العالم. فبالنسبة للكثيرين تعد جزيرة الدمى واحدة من أكثر الأماكن رعبا على وجه البسيط. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من بلاد برة. من بلاد برة مع شيماء مأمون.